في تونس اهتم الكثير من التوانسة بالتعليق على فيديو افتتاح البطولة العربية لكرة اليد الذي لم يكن عاديا أو كما هو معهود، والسبب هو الراقصة الشرقية التي ظهرت في الافتتاح. التقارير فهذه الراقصة من فرقة سهام بالخوجة المحلية، وقد أدت الرقص الشرقي في وسط الملعب، وقام بعض الحاضرين لحفل الافتتاح بتصويرها ثم نشر الفيديو في مواقع التواصل الاجتماعي. هنا جاءت التعليقات التي وصفتها أحيانا بالفضيحة المدوية. الجامعة التونسية لكرة اليد قالت إنها اتفقت مع مندوبة وزارة الثقافة للتكفل بحفل الافتتاح، لكنها فوجئت بالمحتوى الهزيل والرقص الشرقي الذي لا يرقى إلى أهمية الحدث الرياضي حسب البيان. التقارير تحدثت أيضا عن فتح تحقيق في هذه القضية.